كان مثل الدور ديال زينب اللي هي كنا في الدار ديال العائله ديال الحاج تامي اللي هو الممثل الكبير محمد الجم. طبعا هذه اكسبيريونس كبيره اللي تعلمت فيها بزاف ديال الحوايج. الممثله جميله الهوني ولات صديقه ديالي بزاف، كتنصحني بزاف. محمد الجم كذلك، يعني عندي فريمون شرف كبير انني نشتغل مع هذه الاسماء اللي كبيره. هذه خطوة متميزة بزاف، خصوصا ان قناة الاولى يعني كيتفرجوا فيها العائلة ديالنا وبزاف ديال الحوايج، دونك هذه فكرة زعما مهمة بزاف بالنسبة لي. هي صعيبة شوية، مهم كيفاش كتكون معروف في لي ريزو سوسيو ماشي هي في التلفازه، يعني صعيبه باش تنتقل من مرحله لمرحله. اون فيت انا كنت كنشتغل شحال هادي، كنت كنخدم اعمال، كنت كندير المسرح، ولكن زعما ما كتاحش ليا فرصه انني نمشي للكاستينغ ولا اي حاجه. دونك هاد المره تاحت ليا فرصه وعيطوا ليا ودوزت الكاستينغ وتقبلت فيه، والحمد لله انا معهم دابا. كنشوفها مزيانه، خصوصا ان يعني لي جون كيتابعوا الناس في كيتابعوا الناس بزاف، دونك كنشوفها مزيانه، فريمون كنشوفها مزيانه، يعني نعطيو فرصه للشباب، الناس اللي كيديروا يعني كيديروا بزاف ديال الحوايج في لي ريزو سوسيو وكيستاهلوا بزاف يبانوا في التلفازه. بزاف ديال الناس اللي عندهم موهبه وما كتاحش لهم فرصه، دونك علاش مزيان تاح لهم هذه الفرصه هذه. طبعا انا يعني بزاف ديال الزملاء اللي اتجهوا لهذا المجال وطوروا من نفسهم، اللي كنفتخر بهم، اللي منهم ربيع السقلي، رباب اللي شاركت في بنات الاساس، بزاف اللي فريمون كنفتخر بهم واداو ادوار اللي ما كنتش كنتوقع منهم اداو بهذيك الدرجه، مي الحمد لله يعني كنفتخر بهم مزيان. لي ريزو سوسيو شي حاجه مهمه لاي عمل، يعني اي عمل كينجح بالاشهارات، الاعلانات، حتى من في التلفازه مثلا اي برودوي كنضطروا اننا نديروا ليه اشهار باش يتكونسوما، باش يتشرى، باش يتباع. كذلك الافلام والمسلسلات يعني خاصها اشهار، خاصها ناس تهضر عليها، تعرف اراء ديال الناس واش عجباتهم. الا كان ناجح العمل فالناس كتقول انها عجباتها، يعني فاش انسان اخر كيسمع ان هذا العمل عجب هذه الكميه ديال الناس كيمشي حتى هو يتجه لهذا المسلسل او لهذا الفيلم كيتفرج فيه، دونك كتبان لي انها حاجه مهمه بزاف.